السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. كيف ما شفنا في الدرس ديال المتتاليات العددية، أن المتتالية كينقسموا لي على متتالية حسابية ومتتالية هندسية، ياك؟ وكيف ما شفنا أن المتتالية الحسابية الحد العام ديالها كتكتب لي على شكل un كيساوي u0 plus n fois r، بحيث r هو الأساس ديال un، وهذا u0 هو الحد الأول. والمتتالية الهندسية كتكتب لي على شكل un كتساوي u0 الحد الأول fois la base à la puissance n، مفهوم؟ مهما يكون بطبيعة الحال n ينتمي إلى n، ياك؟ هاد الحد الأول هذا يمكن لي نكتبوه على شكل بشكل عام، أن U N كتساوي الحد الأول اللي هو U P بلوس N موان P فوا R، بحيث هاد P هذا هو الحد الأول. يعني هادي صيغة عامة باش نخدم في أي متتالية كيف ما بغات تكون كيف ما بغات تكون. يعني نفترض ان واحد المتتالي عطاوها لينا وقال لك سيدي غادي نبداو الحد الاول غيبدا لينا من دو، يكفي انني نعوض هاد بي بدو، ياك؟ مثال، المهم يعني غتولي ليا او ان كتساوي ليا او دو بلس ان موان دو فوا ار، ياك الشباب؟ دابا هذا هو الحد العام اذا كانت متتاليه عدديه كتبدا ليا من دو، مفهوم؟ نفترض انها اذا كانت كتبدا ليا من زيرو اكبر او يساوي زيرو، غتولي ليا او ان كتساوي ليا اللي هي نعوض بي بزيرو تعطيني اللي هي او زيرو بلس ان موان زيرو سي ان فوا ار، واللي هي هادي، مفهوم؟ هادي اللي هي هادي، رجعنا للاصل ديالنا، مفهوم؟ دابا هادي بصيغه عامه، مفهوم؟ ندوزو للمتتاليه الهندسيه. يو ان الشكل العام ديالها او الحد العام ديالها كيتكتب ليها عوض بي او عوض زاوية عوض بي، مفهوم؟ هذا هو الشكل الاصلي، هذا غير فرع من الاصل، مفهوم؟ حيت دابا اغلب التلاميذ كيخدموا، اغلب الطلبه كيخدموا بهاد لا كونديسيون هادي، وكيتخربق لهم ليكزيرسيس كامل ملي كيقول لهم احسب لي الحد العام، كيمشي كيعوض يو زيرو، وكتكون المتتاليه ما بادياش من زيرو، كتكون باديه من ا، و اي زوغو هي ما عندوش صافي كيتلف، مفهوم؟ دابا هاد اي بي هادي هي اللي مهمة، يعني هاد بي هذا هو الشكل، هو الحد الأول مضروبة في كيو على بيسونس، ما كنديش ان، كتولي ان موان بي، مفهوم؟ مفهوم الشباب؟ دونك كمثال، نفس المثال عادي جدا، نعوض نفترض انهم غيبداو ليا من خمسة، اي ان اش غتساوي ليا؟ نعوض بي بخمسة، يعني بي هو الحد الأول، هذا كيتسمى الحد الاول، مفهوم؟ دونك او ان غتساوي ليا اللي هي او بي، فيما بانت ليا بي نعوضها بالحد ديالها الحد الاول اللي هو 5، دونك هي او 5 فوا كو على بيسونس ان موان 5، مفهوم؟ نفترض انها غتبدا ليا من 3، نعوض او ان ب 3، او بي ب 3، يعني او 3 فوا كو على بيسونس ان موان 3، هذا هو كيتسمى الحد العام، مفهوم؟ كانت نفترض انها ان اكبر قطعا، قالوا لي اكبر قطعا من دو، هذا امثله، مفهوم؟ اكبر قطعا من دو يعني ما كنمشيش نعوض بدو، كنعوض بتروا، حيتاش خدامين حنا في لونسومبل ان، يعني العدد اللي تابع دو راه هو تروا، يعني دو اللي تروا، ودو ان راه اكبر قطعا من دو، يعني ما كتساويش ليا دو، يعني خص تساوي ليا تروا، وهي غاده، دونك ليا يو ان غتساوي ليا الشكل العام، غنبدا بتروا، يعني كيف ما قلنا اكبر قطعه من دو يعني يعطيني او 3، نعوض بي بالحد الاول اللي هو 3 فوا كي على بيسونس ان موان 3، مفهوم الشباب؟ نفترض قال لك سيدي بدا من الزيرو، فهادي الحد الاول اللي هو 0، وتولي او ان كتساوي ليا اللي هي او 0 فوا نعوض بي بزيرو ان موان 0 سي ان، مفهوم؟ اللي هي رجعنا لهذه الاولى، مفهوم الشباب؟ دابا حنا درنا واحد التقديم غير على حساب باش نوصلوا لمجموع الحدود، مفهوم؟ هو هاد اس ان هادي،
يعني اللي كتساوي ليا لا سوماسيون ديال او كا من كا كيساوي ليا الحد الاول زائد نفترضوا انه حنا حيتاش لا بلو بار ديال المهم ديال التلاميذ كيديروا هذه المسائل يعني كيبدا من زيرو حتى الان فهم اللي كتساوي ليا اللي هي او زيرو بلس ان بلس 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 جوسكا او ان فهم. ولكن كاين واحد الحد العام واحد الحد عام الشباب ديال هذه غادي نشوفوا غادي نوري لكم كيفاش. دونك هاد اس ان اش كتساوي ليا الا كان الحد الاول كيساوي ليا زيرو فان مجموع الحدود كيساوي ليا كيتختزل لي يعني كتكتب على واحد لا فورمول هي بسيطه كيساوي ان بلس 1 سور 2 فوا عامل او زيرو بلس او ان او زيرو هو الحد الاول وهاد ان بلس 1 هادشي هادشي كامل عندنا مفهوم. هذه في حالة إلا كان الحد العام اللي هو أو الحد الأول اللي هو زيرو. في حالة إلا كان الحد العام دو أو تروا كيفاش غادي تكون هاد لافورم هادي؟ وهذا هو الهدف من هاد الفيديو هذا اللي غادي نحاول نشرحو فيه هاد القضية هادي. معليناش في الحالة المتتالية الهندسية فعندي أن اس ان مجموع الحدود اش كيساوي ليا كيف ما قلنا لا سوماسيون اللي هي لا سوماسيون هي او ان او دو او تروا جوسكا او ان ديال او كا من كا كيساوي ليا نفترض انه غيبدا ليا من الزيرو حتى الان اش غيساوي ليا اللي هو او زيرو بلس او ان بلس 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 جوسكا او ان. الصيغه العامه ديال هاد مجموع الحدود اش كيساوي هي او زيرو فاكتور او عامل واحد موا كيف ما قلنا هذه هي لا باز كو ان على بويسونس ان بلس كو على بويسونس ان بلس 1 سور ان موا كو مفهوم. هذا هو الحد العام. في حالة اللي كان عندي الحد الأول ماشي هو زيرو كيولي عندي مشكل آخر. المهم ما عليناش نرجعو للمتتالية أو المتتالية الحسابية. دونك ماشي مشكل غادي ندير كل حاجة بوحدها حيت هادي الهدف من هاد الفيديو هذا غادي نحاول نديمونطريو هادي منين جاتنا وهادي منين جاتنا. سواء كان الحد عندي العام الحد الأول عندي سواء عندي زيرو أو غيره مفهوم أو كان عندي بي يعني بشكل عام. دونك إذا كانت عندي كيف ما قلنا إذا كانت المهم نديرو على شكل عام مجموع الحدود في حالة ما عرفتش أنا الحد الأول يعني الحد الأول كان يخالف الزيرو اش غتساوي لي هاد الدالة هادي هاد مجموع الحدود كيساوي هو لا سوماسيون من كا كيساوي لي بي هو الحد الأول حتى ل ان بلس بي او سمحوا لي هنا حتى ل ان ياك من كا كيساوي بي حتى ل ان ديال اش ديال او كا اش كيساوي ليا الحد الاول اللي هو او بي بلس الحد الثاني اللي هو او بي بلس 1 بلس 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 جوسكا او ان مفهوم. دونك هاد اس ان هادي كتكتب ليا على واحد الشكل اللي هو عام يعني بلا ما نبقى نمشي نقلب ونحسب يعني غير خصني شويه ديرونجمون يعني غادي تساوي ليا ديريكتومون اللي هي ان موان بي بلس 1 سور دو فاكتور او بي بلس او ان فهم الشباب. هاد اس ان غادي نديمونطريوها غادي نمونطريوها هادي وغنمونطريوها هادي بشويه علينا الشباب ماشي مشكل. وبالنسبه للمتتاليه الهندسيه اس ان بصيغه الحد الاول او بالحد العام يعني الحد الاول اللي هو بصفه عامه اللي هي كيف ما قلنا غتساوي ليا لا سوماسيون نفس الشكل من كا كيساوي ليا بي حتى الان ديال اش ديال او كا اش كتساوي ليا هي او بي بلس او بي بلس 1 بلس 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 جوسكا او ان. صيغه الحد العام المهم هاد الصيغه العامه ديال مجموع الحدود كيساوي ليا في المتتاليات الهندسيه هي او بي يعني الحد الاول فاكتور هنا كانت او زيرو هنا غتولي او بي فاكتور ان موان كو على بيسونس ان موان بي بلس 1 سور ان موان كو ياك الشباب. ما عيناش دابا هادي هي اس ان. دابا الشباب غنحاولو نمونطريو هادو اللي كاينين في الكادر لي اون كادرينا دابا هادو غادي نمونطريو هادي اس ان مفهوم. نبداو بالمتتاليه بحال ماشي مشكل. بون باش غنبداو بالمتتاليه الحسابيه معليش. هاد المتتاليه الحسابيه اللي كتساوي ان بلس 1 سور 2 فاكتور او 0 بلس او ان المهم ما عليناش. ها هي بسم الله.
دونك عندي اس ان كتساوي ليا كما قلنا بون ان بلس 1 سور 2 فاكتور u0 بلس un. ياك الشباب ما عيناش كيف ما قلنا اون مونتر هذه كيف ما قلنا ان اس ان اش كتساوي لا سوماسيون من ك كيساوي الحد الاول اللي هو هنا عندنا هو 0 حتى ال... حتى لاش حتى الان ديالاش ديال يو كا نعود اللي هي يو 0 الحد الاول بلس الحد الثاني بلس الحد الثالث جسكا حد الان ياك يا شباب نجو نكتبوها هنا اس ان كيف ما قلنا يو 0 يو 0 اش غتساوي ليا اسمحوا لي شي ما واضحش يو 0 اش غتساوي ليا الى عوضت 0 في يو ان كيف ما كنعرف ان يو ان اش كتساوي ليا يو بي بلس ان موان بي فوا ار هذه كتساوي ليا يو ان ياك الشباب دونك انطلاقا من هذه نعوض يو 0 يو 0 فيما بنت ليا ان نعوضها ب 0 ياك او اسمحوا لي غير بدا ليا ان من ان كيساوي ليا بون ملي كنبدا ب 0 يعني عندي الحد الاول اللي هو 0 يعني يو ان تكتب لي على شكل يو 0 بلس بي فوا ار مفهوم او ان ار بلس ان ار ياك الشباب يو ان كتساوي يو 0 بلس ان ار نجي نعوض يو 0 فيما بنت ليا ان عوضها بالزيرو تعطيني ديريكتوم وغتمشي ليا هادي مع الزيرو تبقى ليا يو 0 اللي هي يو 0 ياك الشباب بلس يو 1 فيما بنت ليا ان عوضها ب 1 دونك غتبقى ليا يو 0 بوحدها بلس 1 فوا ار اللي هي ار ياك الشباب بلس يو 2 تعطيني ان عوضها ب 2 اللي هي غتبقى ليا يو 0 نيت فيما بنت ليا ان عوضها ب 2 اللي هي بلس 2 ار ياك بلس 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 جوسكا جوسكا ان موان زان حيتاش اخر حد اللي هو ان ندير انا الحد اللي قبل منها اللي هو ان موان زان فيما بنت ليا ان عوضها ان موان زان يو 0 كتبقى هي هي بلس ان موان زان فوا ار ياك الشباب والحد الاخير اللي هو نفسه نعوض هذه ان حطها يو 0 بلس ان فوا ار ياك لحد الساعة كل شيء واضح دونك باش نجمع هذا العجب هذا كيف ما كنشوفوا ان يو 0 كتعاود ليا في الحدود كاملين يعني في الحد الاول الثاني والثالث وهي غادا حتى الان كتبقى يو 0 ديما مرتبطه ليا بار مفهوم الا في الحد الاول باش نحاول نجمعهم يعني غيكون شويه ديرونجمون مفهوم دونك الا وضعت واحد اس ان اخرى مفهوم ولكن بديت من الجهه الاخرى يعني بديت من اخر حد وغنوصل لاخر حتى الاول حد يعني نبدا من اخر حد اللي هو يو ان يعني تساوي ليا يو 0 بلس ان ار ياك حيت يو ان كتكتبيها على هذا الشكل بلس يو ان موان زان يو ان موان زان كتساوي ليا هذا العجب هذا اللي هي يو 0 بلس ان موان زان فوا ار ان موان 2 او كغادا غادا حتى لاش حتى الحد الثاني المهم الحد الخامس الرابع الثالث الثاني اللي الاول بلس ار بلس يو 0 مفهوم الشباب الا درت هذه المجموعه ديال هاد لا سوم راه نفس هاد اس ان راه نفسها ياك غير دابا هنا بديت من يو 0 يو 1 جوسكا ان وهنا بديت من ان ان موان زان ان موان دو غادي وكنزل حتى يو 0 الا درت لي المجموعه ديالهم غتعطيني ليا اس ان بلس اس ان اللي هي 2 اس ان اش غتساوي ليا يو 0 بلس يو 0 بلس ان ار اش غتعطيني نجمع هادي مع هادي كل طرف حد بحد وهكا غادا تعطيني ليا يو 0 بلس يو 0 سي 2 يو 0 بلس ان ار مفهوم بلس يو 0 بلس يو 0 سي 2 يو 0 بلس ار دونك الى هذه نشرتها تعطيني ليا ان فوا ار موان ار ياك موان ار مع بلس ار سي 0 يعني تبقى ليا ان فوا ار هاي بلس ان فوا ار ياك الشباب
بلوس. الحد اللي من بعد اللي هو يو زيرو بلوس دو زير، الحد اللي من بعد اللي من بعد هذا يعني اللي من بعد ان موان زا يعني تحت من ان موان زا اللي هو ان موان دو. باش نبينها مزيان انا نكتبها هي ان موان دو فوا ار بلوس بلوس جوسكا، باش نبين لكم الامور مزيان. ها يو زيرو بلوس يو زيرو سي دو يو زيرو بلوس، نصرت هاد ار ار فوا ان يعني هي ان ار موان 2R موان 2R بلوس 2R صافي زيرو، يعني هي تبقى هي تشكل يعني بلوس 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 جوسكا هاد الحد هذا، هاد الحد نجمعو مع هاد الحد هذا، هاد تبقى ليا اي زيرو مع اي زيرو اللي هي 2 اي زيرو بلوس، نشر هاد العجب هذا ان فوا ار تعطيني ليا بلوس ان ار موان مع الار موان زان فوا ار سي موان ار بلوس ار سي زيرو يعني بلوس ان ار. هاد العجب هذا اللي بقى لي في الاخير اللي هو يو زيرو بلس يو زيرو سي 2 فوا يو زيرو بلس ان ار. مفهوم كيف ما كنشوفوا الشباب نفس الحد كيتعاود ليا، كيتعاود ليا شحال من مره، خصنا نعرفوا شحال من مره كيتعاود. عندي اس ان محصوره ليا ما بين زيرو و ان. مفهوم يعني مثلا من واحد حتى الخمسه شحال من عدد عندي، شحال من عدد كيتعاود، شحال من حد كاين عندي. كاين عندي لو 1 كاين عندي لو 2 كاين عندي لو 3 لو 4 اي لو 5. شحال من واحد غنحسب 1 2 3 4 5 بيان سور سي 5 يعني 5 مرات. نفترض انني بديت من الزيرو مفهوم، شحال غادي يكون عندي؟ الا حسبنا غادي نلقاو بانها 6، ستة الحدود عندي انا هنا يعني هو واحد ها جوج ثلاثة اربعة خمسة سي ستة. مفهوم بغيت واحد الشكل عام باش نعرف بحال هاد الشكل هذا، يعني بغيت نعرف انا شحال مرة هاد العجب هذا. يعني كندير خمسة ناقص زيرو بلوس ان، كندير خمسة ناقص زيرو بلوس ان باش يعطيني مجموع ديال الحدود، يعني شحال من حد عندي. مفهوم خمسة ناقص زيرو سي خمسة، خمسة زائد واحد سي ستة واللي هي اللي بغينا. مفهوم يعني ها واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، يعني شحال من عدد عندي أنا ما بين زيرو وخمسة. نفترض عندي ما بين زيرو حتى العشرة، شحال غادي يكون عندي؟ زيرو واحد دو تخوا جوسكا ديس، شحال غادي يكون عندي؟ كيف ما قلنا على حسب القاعدة غيكون عشرة ناقص زيرو بلوس ان. مفهوم 10 ناقص 0 سي 0 سي 10 بلس 1 سي 11. مفهوم الشباب؟ نفترض عندي من 0 حتى لاش حتى الان الحد العام او الشكل العام اللي كيفاش غادي يكون، يعني ان موان 0 الحد الاخير ناقص الحد الاول زائد 1، يعني كندير ان موان 0 بلس 1. مفهوم يعني غتولي كشكل عام اللي هو ان بلس 1. مفهوم الشباب؟ على هذا الشكل هذا هادي غنديرها في الجنب. نفس هاد القضية عندي انا يعني بغيت نعرف شحال من مرة كتعاود ليا هاد يو ان ال. فهم كيف ما قلنا بغينا نعرفوا هاد اس هاد دو اس ان اش كتساوي ليا، هاي دو فوا فوا اس ان اش كتساوي ليا. عندي هي كتعاود ا بلس ا بلس ا بلس ا، هي عندي ا بلس ا بلس ا. شحال من مرة كتعاود عندي؟ 3 فوا، الاولى الثانية الثالثة، يعني 3 فوا ا. ياك الشباب انا عندي 2 يو ان بلس ان ار كتعاود ليا 2 يو زيرو، اسمحوا لي هادي يو زيرو 2 يو زيرو بلس ان ار كتعاود ليا شحال من مره ما عرفش بالضبط، ولكن عندي لا سوماسيون، عندي بان هذاك ك محصور ليا ما بين 0 و ان. وكيف ما قلنا حسب هاد القاعده هادي باش نعرف شحال من مره كيتعاود ليا وشحال من حد عندي، كندير الحد الاخير ناقص الحد الاول زائد واحد اللي هو ان موان 0 بلس 1 سي ان بلس 1 ديريكتومون. فهم كيف ما قلنا 2 اس ان اش غتساوي لي هي ان بلس 1، كما قلنا تساوي ان بلس 1 فاكتور هاد العدد اللي كيتعاود لي، يعني كما قلنا 3 ا
كان كيتعاود عليه ان مره يعني ان فوا ا. عندي هنا ان بلس ان يعني ان بلس ان فوا هذا العجب هذا يعني هو اللي كيتعاود ليا، مفهوم؟ هي فاكتور 2 فوا يو 0 بلس ان ار، مفهوم الشباب؟ اش غيساوي ليا ان بلس ان فوا نفرق هاد يو 0 يعني تساوي ليا يو 0 بلس يو 0 بلس يو 0 بلس ان ار، ياك؟ وهاد يو 0 فين شفنا هاد الشباب؟ هاد يو 0 بلس ان بلس ان ار راه هي الحد، هو ديك يو ان، ها هي يو 0 بلس ان ار، مفهوم؟ دابا هادي ما واضحه شي شويه، غنحاول نكتبها تكون واضحه. يو ان كتساوي ليا يو 0 بلس ان ار، مفهوم؟ بون كنعوض هاد يو 0 بلس ان ار اللي هي يو ان، تعطيني اللي هي ان بلس ان فوا يو 0 بلس يو ان، مفهوم؟ وهادي هي دو اس ان. باش نجبد اس ان كيف نقسم على 2؟ يعني ندي 2 للطرف الاخر اللي هي ان بلس 1 سور 2 فاكتور يو 0 بلس يو ان، مفهوم الشباب؟ احنا توصلنا لهذا المجموع الحدود الاول اللي هو هذا، مفهوم؟ احنا بينا ان اس ان كتساوي ان بلس 1 سور 2 فوا يو 0 بلس يو ان، مفهوم؟ ندوزو دابا هذا الحد هذا بشكل عام، يعني كان ما كانش عندي الحد الاول اللي هو 0 كان يخالف ليا 0، مفهوم؟ غادي نمشيو دابا نبينو هذه Sn مجموع الحدود كيساوي ليا هو، المهم هو لا سوماسيون ديال داك العجب، ان ان كتساوي ان موان بي بلس 1 سور 2 فاكتور يو بي بلس يو ان، ياك؟ نبينو هادي كيف ما كنعرفو ان يو ان الشكل او الشكل العام ديالها كيفاش كيتكتب ليا على شكل، اذا كان عندي الحد الاول اللي هو بي كتكتب ليا على شكل يو بي بلس n moins p fac fois r اللي هو الاساس، مفهوم؟ دونك لدينا او كيف ما كنعرفوا ان sn كتساوي ليا اللي هو u0 plus u1 plus jusqu'à un. الا كان عندي الحد اللي الحد الاول اللي هو 0، فهاد الحاله عندي الحد الاول اللي هو p، اللي هو p، ياك؟ مفهوم؟ حيت دابا ناخدين هذا هو الحد الاول اللي هو p بشكل عام، يعني على حسب كل متتاليه وكيفاش دايره ما عليناش، يعني العدد الاول غادي يكون اللي هو يو بي، ما عليناش، غنديرو هي لا سوماسيون ديال اش ديال واحد يو ان او يو كا، حيت كا كيتفاغيا ليا ما بين بي و ان، ياك؟ ما بين من كا كيساوي بي حتى ل ان، يعني اش غادي يكتب لي هي يو بي بلس يو بي بلس 1 بلس يو بي بلس 2 بلس 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 جوسكا اخر حد اللي هو يو ان، واللي قبل منه اللي هو يو ان موان زان بلس يو ان، مفهوم الشباب؟ دونك انطلاقا من هاد لا سوماسيون يمكن لي نعطي كل متتاليه او كل حد نعطيه الفاريابل ديالو شحال كيساوي ليا، دونك اس ان تغي تساوي ليا يو بي نعوض ان بي، حيتاش الحد الاول نعوض ان بي فيما بنت لي ان نعوض بي، عندي ان هنايا غنعوضها بي بي موان بي تمشي الى زيرو تبقى ليا يو بي، فوالا بلس يو بي بلس ان فيما بانت ليا ان عوضها بي بلس ان، دونك عندي تبقى ليا يو بي، غندير نفس القضية نفس الديمونستراسيون اللي درناها بالنسبة إذا كان الحد الأول كيساوي ليا زيرو، نعوض هنايا بي بلس ان، دونك بي بلس ان بي غتمشي ليا مع موان بي تبقى ليا ان، ان فوا ار سي ار، دونك هي يو بي بلس ار، بلس الحد اللي من بعد اللي هو بي بلس دو، إلا عوضت n ب بلس 2 اجيني هنا n اتولي بي بلس 2 بي غتختز لي مع موان بي تبقى لي 2 فوا ار، دونك لي هي يو بي تبقى لي فيكس بلس 2 ار، كيف ما كتشوفوا الشباب هنايا كان الفاكتور ديالو 0 حيت داك اللي كنزيد لي بي كيضرب لي في ار صافي، مفهوم؟ يعني هنايا زدت 0 يعني 0 في ار مشات لي ما كاينش في هذا الحد الاول، الحد الثاني اللي هو زدت 1 اللي هو يو بي بلس 1 داك واحد ضربته في اخ، يعني غير باش تبان لي الامور واضحه وصافي، يعني هنا زدت 2 يعني 2 اخ زدت 3 غيكون 3 اخ، حيتاش ديما داك الحد اللي كنزيد ديجا راه بي كتمشي ليا مع موان بي وداك الحد اللي كنزيد هو اللي كيتضرب ليا في اخ، مفهوم؟ اوه كا غادي حتى علاش حتى الحد اللي ما قبل الاخير اللي هو ان موان زان نعوض ان بان موان زان عادي جدا، يعني غير هذا فاريابل وصافي، غتبقى ليا يو بي اللي هي فيكس بلس
هنايا غتكون ان موان زان موان بي، يعني هي ان موان بي موان زان فوا اخ، مفهوم؟ واخر حد اللي هو يو ان اللي هي نفسها اللي هي يو بي بلس ان موان بي فوا اخ، مفهوم؟ دونك غنديرو كيف ما درنا بالنسبه اذا كان الحد الاول اللي هو زيرو ديرها نفس الشكل، غنبدا من اخر حد اللي هو يو بي بلس ان موان بي فوا ار بلس الحد اللي قبل منه اللي هو يو بي بلس ان موان بي موان زان فوا ار بلس الحد اللي قبل منه اللي هو ان موان دو، وهكا غاديه غاديه حتى لاش حتى هاد الحدود هادو هي درونك يو بي بلس دو ار، ما عيناش ماشي مشكل، بلس يو بي بلس ار بلس يو بي، مفهوم؟ بجمع هاد المتساويتين يعني اس ان بلس اس ان سي دو اس ان ايتيغال كومبيان شباب، نجمع حد بحد يعني يو بي بلس هاد العجبه هاد تبقى لي اللي هي دو يو بي بلس، انا ما كاين والو غتبقى لي غير هاد لابارتي اللي هي ان موان بي فوا ار، ياك هذا غنجمعو مع هذا هاد الحد مع هاد الحد، غتبقى لي عندي يو بي مع يو بي سي دو يو بي بلس n موان بي موان زان فوا ار بلس ار، دونك الى نشرت هاد العجب غتكون عندي واحد الموان مع هاد الار هذا غتمشي ليا مع هاد غتبقى ليا n موان بي، فهم؟ باش نحاول نبينها بشويه، المهم هيا الى نشرت هاد العجب هذا دونك الى نشرت هادي اللي هي n موان بي موان زان نشرتها درتها في ار يعطيني اللي هي غتبقى ان موان بي بوحدها فوا ار موان ار، ياك درت هاد لي موان هادي ار، المهم هاد العجب باين هادي الا زدت ليها هاد العجب زدت ليها ديك ار غتمشي ليها ار معايا غتبقى لي غير ان موان بي فوا ار، مفهوم الشباب؟ دونك نفس القضية اللي غادي ندير يعني وهكا غادية بلس بلس كيف ما كنشوف بأن يو دو يو بي بلس ان موان بي فوا ار كتعاود ليا ها هي عاوتاني دو اي بي بلس ان موان بي اوه غاديه غاديه حتى لاش نشوفوا الحد اللي ما قبل الاخير اللي هو اي بي بلس دو ار غنجمع مع هاد العجب هذا اللي هما الحدين اللي باقيين في الاخر، المهم هادشي راه حد بحد بجمع المتساويه حد بحد، مفهوم؟ دونك هاد اي بي بلس هاد العجب هذا هي نفسها يعني غتبقى اي بي مع اي بي اللي هي دو اي بي بلس دو اي ار، او بالاحرى كاينه واحده قبل منها غادي نشوف هذه اللي ما قبل الاخير اللي هو هذا، مفهوم؟ حيت هذه ما قبل الاخير وهذه هي ما قبل الاخير والاخيره اللي هي يو بي، الى جمعت يو بي مع يو بي تبقى يو بي اغ مع هذا العجب هذا كاينه واحد المو هنا مع اغ غتمشي ليا غتبقى اغ مع موان اغ اللي غتبقى لي غير ان موان بي فوا اغ بلس ان موان بي فوا اغ اللي الحد الاخير اللي هو يو بي، يو بي مع هذا العجب هذا يعطيني اللي هي دو يو بي بلس اخر حاجه اللي هي ان موان بي فوا ار، ياك الشباب نتمنى لحد الساعه انا شي يكون واضح ما عليناش، دونك دو فوا اس ان كيف ما كنشوفوا ان واحد الحد كيتعاود ليا وشحال من مره كيتعاود ليا كيتعاود ليا كيف ما شفنا هنا في لاسوماسيون ان بي كتغير ان كا كتغير لي ميم بين بي و ان، ياك كيف ما شفنا من قبل ان ها هي كا اونتر بي اي ان تساوي، ياك كيف ما قلنا يا جاب الله كانت عندي عدد كيتعاود ليا يعني شحال من حد كاين عندي ما بين ان و بي كندير اخر حد ناقص اول حد كنزيد ليه واحد اللي هي ان موان بي ها هي ان موان بي بلس 1، مفهوم؟ اللي هما عدد هاد الحدود اللي كيتعاودوا ليا، مفهوم؟ اللي هي هاد الحد نكفي انني فاكتوريزي به كيف ما شفنا يعني بحال دابا ا بلس ا بلس 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 جوسكا ا فوا مره، لكن كيتعاود ليا ان مره راه ان كيساوي لي ان فوا ا، مفهوم؟ نفس القضيه هي اللي نعتبرها اللي هي واحد ا وعندي انه كيتعاود لي ان موان بي بلس 1 مره، مفهوم؟ يعني يكفي انا نضرب فيها يعني اللي هي ان موان بي بلس 1 فوا هذه نعمل به اللي هو دو اي بي بلس ان موان بي فوا ار، ياك الشباب دونك لحد الساعه كل شيء واضح ما عليناش، باش نبين هاد لا كونديسيون عندي عندي يو بي بلس يو ان نخلي غير يو بي وديك يو بي نزيدها في الطرف الاخر اللي هي تساوي لي انا نخلي ان موان بي بلس 1 حيتاش محتاج ليها، غنفرق هاد يو بي على جوج مرات اللي هي دو يو بي كتساوي لي يو بي بلس يو بي، دونك هي هادي هي
اللي غنزيد هاد لا بارتي هادي اللي هي ان مون بي فوا ار مفهوم. دونك هاد لا بارتي هادي كيف ما شفنا انه هو يو ان مفهوم، ها هي يو بي بلس ان مون بي فوا ار اللي هي نفسها هي يو بي بلس ان مون بي فوا ار مفهوم. دونك هادي هي يو ان، دونك ومنه كتساوي لي ان مون بي بلس ان فوا يو بي بلس، هادي نعوضها ب يو ان اللي هي يو ان مفهوم الشباب. دونك ومنه اس ان اش غادي تساوي ليا هاد دو، غادي نمشي نقسم عليها اللي هي نقسم على دو في هاد الطرف ونقسم على دو على هاد الطرف، يعني اللي هي ان موان بي بلس ان سور دو فاكتور يو بي بلس يو ان، ومنه توصلنا للحل ياك شباب. نتمنى ان هاد لابار ان هاد ديمونستراسيون تكون واضحة شوية. دابا مونطرينا لا صوم ديال الحدود في المتتالية الحسابية، سواء كان عندي الحد الأول اللي هو زيرو، سواء كان عندي الحد الأول هو واحد بي كيف ما بغى يكون اللي هو على هذا الشكل، وإلا كان كيساوي لي زيرو يكفي نعوض بي بزيرو، يعني ما عندي حتى شي إشكال. غير دابا كاين بعض التلاميذ أو الطلبة كيطيحوا في هذا المشكل هذا وكيمشي لهم ليكزارسيس. دونك هاد لا كونديسيون راه مهمة بزاف. دونك ان في حالة اللي كان الحد الأول كيساوي زيرو اللي هو ان عوض بي بزيرو، مشى هي زيرو اللي هي n plus 1 sur 2 fois u0 plus un. فهم ندوزو دابا للمتتاليه الهندسيه. المتتاليه الهندسيه كيف ما شفنا ان الحد الاول اش كيساوي ليا اللي هو u n، في حاله اللي كان الحد الاول كيساوي ليا 0 او u0 فوا q على la puissance n، بحيث q هو لا باز. المهم ومجموع الحدود في هذه الحاله هذه الا كانت اس، الا كان الحد الاولي هو زيرو، اس ان اش كتساوي ليا كيف ما شفنا هي اي زيرو فاكتور ا موان كي على لا بيسونس ان بلس 1 سور ا موان كي. ياك الشباب هذا هو مجموع الحدود. ما عليناش نجيو نبينو هذه اون مونتر كو هذه ولا مونترون كو هاد اس ان كيف ما كنعرفوا اس ان اش كتساوي ليا هو الحد الاول هو المتتاليه ديال الحد الاول زائد المتتاليه ديال الحد الثاني، وهكا غادي الحد الاول عندي هنا شنو هو زيرو اللي هو يو زيرو، يعني يو زيرو بلس يو ان بلس بلس يو دو بلس حتى لاش اخر حد اللي هو ان مفهوم. بمعنى انها كتساوي لا سوماسيون ديال يو كا من كا كيساوي ليا زيرو حتى الان ياك الشباب. دونك هاد اس ان هادي نعوض كل حد بداكشي اللي كيساوي ليا يو زيرو، الى عوضت ان بزيرو هي ان بزيرو، يو زيرو غتبقى هي فيكس، كي على لا بويسونس زيرو اللي هي واحد، اي عدد على لا بويسونس زيرو كيعطيني واحد مفهوم، يعني واحد فوا يو زيرو اللي هي يو زيرو مفهوم. الحد الثاني اللي هو واحد نعوض ان بواحد، دونك اللي هي يو زيرو فوا كي على لا بويسونس واحد اللي هي كي، يعني هي يو زيرو فوا كي ياك الشباب. بلوس الحد الثالث اللي هو يو دو، الا عوضت ان بدو ها نكتب انا يو دو يو تروا يو بلوس بلوس جوسكا ان، انا غير بغيت باش نبين الوضوح باش نوضح شويه الامور. عوضت بدو ان بدو يو زيرو كتبقى فيكس فوا كي على لا بيسونس دو ان بدو، يعني هي كي لا بيسونس كاري، بلوس الحد اللي من بعدو يو زيرو فوا كي على لا بيسونس تروا، وغاديه غاديه حتى لاش الحد اللي قبل ان اللي هو كي على لا بيسونس U0 fois Q à la puissance n moins 1 plus U0 fois Q à la puissance n. Bon, هذه هي لا سوماسيون. كيف ما كنعرف كيف ما كنشوفوا ان U0 كتعاود ليا في الحدود كاملين، يعني كيف اني فاكتوريزي بها، ها هي U0 فاكتور 1 plus Q plus Q carré plus Q3 plus 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 jusqu'à Q à la puissance n moins 1 plus Q à la puissance n. ياك الشباب إلا حاولت أنني هاد 1 plus Q plus Q carré plus 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 jusqu'à Q à la puissance n، بغيت نبينها أنها كتساوي ليا 1 moins Q à la puissance n plus 1 sur 1 moins Q. ياك شوف معايا هاد لا بارتي هادي إلا ضربتها في 1 moins 1 moins Q خصها تعطيني انها كتساوي 1 موان كيو على لا بويسونس ان بلس 1، دونك الى تحققت ليا دونك راه سا فري. دونك الى حاولت انني درت 1 موان بلس كيو بلس كيو كاري بلس 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 جوسكا كيو على لا بويسونس ان،
ضربتها في ان موان كي ياك، اشنو غادي تعطيني؟ دونك اللي هي الى حاولت انني نشرت ان فوا ان سي ان، دونك ان فوا كي سي كي بلس ان فوا كي كاري سي كي كاري جوسكا كي على لا بويسونس ان. يعني هذه اجاب الله الى نشرت بلو ان فهم اللي موان فاكتور ضربت كي نشرت كي على هاد على هاد لا سوم كي فوا ان سي كي بلس كي فوا كي على هي كي على بيزونس كاري ياك الشباب. دونك هاد راه هي موان ولكن موان راه فاكتوريزيت بها كي موان كي فوا كي كاري سي موان كي 3 ولكن فاكتوريزيت بها يعني بلس 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 جوسكا اخر حد اللي هو q فوا q على بيسونس n، او اللي قبل منه اللي هو اللي قبل من q على بيسونس n اللي هو n موانزا، و q على بيسونس n موانزا فوا q سي q على بيسونس n ياك اللي بلس q على بيسونس n بلس 1 ياك الشباب. دونك هذا راه فاكتوريزيت بلو موان مفهوم. دونك الى حيدت هذه الاقواس غيدخل ليا الموان على العجب كامل، يعني غتكون a بوحدها اللي كو ياك اللي غتكون عندي كو موان كو غتختزل ليا كو مع كو، غتبقى ليا كو كاري موان مع بلس اللي هي موان، يعني كو كاري موان كو كاري غتمشي ليا كو كاري مع كو كاري جوسكا. دونك غتختزل ليا العجب كامل جوسكا كو على لا بيسونس ان فهم، يعني غتبقى ليا كو 3 4 5 جوسكا ان. ان كاين عندي تا هي فيها راه موان حيت الموان غيدخل ليها العجب كامل، دونك غتمشي ليا موان كيو على بيسونس ان، غتمشي ليا غتبقى ليا بوحدها هاد كيو على بيسونس ان بلس 1، يعني ليا موان كيو على بيسونس ان بلس 1. دونك الشباب كيف ما شفنا ان هاد العجب كيساوي ليا هاد العجب، دونك شنو غتساوي ليا هاد لابارتي بوحدها؟ دونك هو منه غير هاد لابارتي بوحدها اللي هي 1 بلس كيو plus q carré plus jusqu'à q à la puissance n. ça y est fini. هذه مقسومه على هذه ومنو داكشي اللي بغيت اللي هي 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q مفهوم. هاني ديمونتريت هاد الاجابه هذا sn تساوي ليه الا كان عندي الحد الاول اللي هو 0 تكون هي u0 فاكتور 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q ياك الشباب. دونك هادي هي ديمونطرينا. دونك نمشيو للاخرى، يعني نمونطريو ان اس ان اش كيساوي ليا يو بي الحد الاول عامل لي 1 موان كو على بيسونس ان موان بي بلس 1 سور 1 موان كو ياك الشباب. دونك كيف ما كنعرفو شنو هي يو ان في حالة الا كان عندي الحد العام اللي هو بي شنو غادي تساوي ليا؟ دونك يو ان تساوي ليا اللي هي كما قلنا الحد الاول فوا كي على بيسونس ان موان بي ياك الشباب. دونك انطلاقا من هذه غادي نجبدو لا سوم ديال الحدود. دونك اس ان اش كتساوي ليا؟ كيف ما كنعرفوا انها لا سوماسيون من الحد الاول حتى الحد الاخير. الحد الاول عندي اللي هو بي كيف ما خديناها بلوكاج اون كاج جينيرال حتى الان ديالاش ديال واحد يوكا مفهوم متغير ما عليناش. اش كيساوي ليا اللي هي يو بي بلس يو بي بلس 1 plus 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 jusqu'à u n moins 1 plus u n ياك ما عليناش لحد الساعة الأمور واضحين. دونك اس ان غادي تساوي ليا نعوض بكل حد داكشي اللي كيساوي u بي نعوض n بي. دونك u بي فوا q à la puissance n n عوضها بي بي موان بي سي 0 يعني 0 يعني تبقى لي غير u بي بلس et p plus 1 فيما بنت ليا n عوضها p plus 1 دونك p plus 1 يعني p moins p غتختز ليها تبقى ليا 1 يعني up fois q up fois q ياك الشباب. دونك هاي نبي نشوفوها كيفاش q نعوض n ب p plus 1 هي p plus 1 اللي كاين هاد موان p موان p غتمشي ليا مع p غتبقى ليا q à la puissance 1 مفهوم. او كغادا يعني غتبقى ليا الحد اللي من بعدو اللي هو up fois q à la puissance 2 plus 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 jusqu'à الحد ما قبل الاخير اللي هو n moins 1 يعني هي u0 fois q à la puissance n moins p moins 1 plus
U0 Q à la puissance N moins P. Vous voyez, c'est UN. Vous voyez, chers. Donc, comme je vous le dis, on a, let's say, il y a un M de UP plus un facteur. Facteur 1, il y a vraiment un M de UP plus Q plus Q carré plus 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 jusqu'à اخر ما قبل الحد ما قبل الاخير اللي هو كي على بيسونس ان موان بي موان زا بلس كي على بيسونس ان موان بي دونك عملت بعد يو زي زيرو مفهوم دونك سمحوا لي هنا راه يو زيرو ياك انا راه كامل راه او اي يو بي سمحوا لي الشباب يو بي هذه عندي خطأ هذه الاخيره يو بي تخليتها بصفة عامة ما خديش الحد العام أنه ما خديش الحد الأول أنه كيساوي زيرو مفهوم كيف ما كان شوفوا غنديروا نفس القضية بالنسبة اللي شفنا من قبل يعني خصني نبين أنها أن أن بلس كي بلس بلس جسكا كي على بيسونس إن موان بي أنها كتساوي ليا هاد العجب هذا أنا تساوي موان أن موان كي على بيسونس إن موان بي بلس أن سيغ أن موان كي مفهوم باش نبين هذه يكفي انني نضرب في هاد لابارتي نضرب في ان موان كو الا ضربت في ان موان كو خصها تساوي ليا ان موان كو على بيسونس ان موان بي بلس ان مفهوم اجي نشوفوها هنا هي ان بلس كو بلس كو كاري بلس بلس جوسكا كو على بيسونس ان موان بي موان ان بلس كو على بيسونس ان موان بي كاين طرق اخرى باش نبين ولا غير كنختار الطريقه اللي هي كتكون سهله وواضحه اش غتساوي ليا دونك الا ضربتها في 1 موان كي فون اشنو خصها تساوي لي خصها تساوي لي غير هاد لابارتي هادي تساوي لي 1 موان كي على بيسونس ان موان بي بلس 1 فون دونك حنا نشوفو واش غتعطينا داك العجب ولا لا دونك 1 دونك 1 الا تنشر لي هاد العجب غتبقى لي هاد لابارتي كامله نحطها يعني هي 1 بلس كي بلس كي كاري بلس بلس جوسكا q à la puissance n moins p moins 1 plus q à la puissance n moins p. ياك هذه هي الاولى اللي موان نعمل بموان q fois 1 c'est q q fois q c'est q carré plus q fois q carré c'est q au 3 او كذا حتى علاش حتى هذا الحد اللي ما قبل الاخير اللي هو q q fois q à la puissance n moins p moins 1 هذا موان 1 مع هذا بلس مع هذا لو 1 اللي كاين هنايا غير يختزل يبقى لي n moins p هي n موان بي بلس الحد الاخير فوا كو اللي هو كو ان موان بي بلس 1 فهم هي ان موان بي بلس 1 يعني الاس ديال هاد الكو هادي اللي باقيه يعني بلس 1 فهم كيف ما كنشوفوا ان من واحد او من كو حتى الكو على بيسونس ان موان زا هو كاين عندي هنا مع هاد الموان يعني غيتختزل ليا دونك غادي يساوي ليا اللي هي 1 بوحدها هي 1 q moins q est égal à q carré moins q carré est égal à q 3 ou carré lia jusqu'à q à la puissance n moins p هاي كاين عندي هنايا q à la puissance n moins p ناقص q à la puissance n moins p est égal à donc غيبقى لي في الاخير اللي هو هذا الحد هذا وهذا الحد مع هذا الموان يعني موان غيبقى لي 1 موان هذا العجب هذا اللي هي q à la puissance n moins p et plus 1 فهم الشباب دونك هادشي اللي عطاتني دوك ومن هو داكشي راه عندي صحيح ان هاد هاد ان هاد هاد لا سوم هادي كامله كتساوي ليا الا فاكتوريزيتها كتعطيني هاد العجب هذا مفهوم دونك ومن هو انطلاقا من هاد اس ان هادي انطلاقا من هاد اس ان دونك اس ان غتساوي ليا اللي هي الفاكتور اللي هو يو بي فوا هاد العجب هادي هادي كامله اش كتساوي ليا كيف ما قلنا انك هذه فاكتوريزيت بها دونك هذه كتساوي لي هذا العجب هذا مقسوم على فهم يعني ديريكتومون اللي هي ان موان كو ا لا بيسونس ان موان بي بلس 1 سور ان موان كو مفهوم الشباب دونك وصلنا للنهايه ديال هاد ديمونستراسيون نتمنى يكون هاد الشيء واضح المهم خديت انا هاد القضيه غير باش نحاول نشرح الامور باش تكون شويه مفهومه هو حيتاش دابا كان كاين اللي غير حافظها يعني كيلتاج انه غير يحفظها وصافي ولكن الا دار هاد القضيه هادي غادي يفهمها وبالاخص هاد لا كونديسيون ديال بالاخص هاد لو كا جينيرال ديال 1 بلس كي بلس كي كاري جوسكا كي على بيسونس ان
كتساوي ليا ان موان كو على بيسونس ان بلس ان سور ان موان كو. هذه مهمه بزاف الشباب ياك، هذه راه غادي تحاولوا تستعملوها، غتسهل عليكم الحساب بزاف في الدرس ديال اللي سويتو في التمارين وفي الامتحان وفي كل شيء يعني، وبالاخص صحاب سيونس مارت يعني. الصوم هذه راه مهمه، وحتى لا صوم الاخرى ديال ا بلس بي، حتى نيوت نيوتن ا بلس بي على بيسونس ان اللي كتساوي ليا حتى هي، المهم كتساوي ليا لا سوماسيون من كا كيساوي ليا زيرو حتى لواحد ان من سي ان كامل ان ديال اش ديال بون ال الاولى اللي هي ا على بيسونس كا بي على بيسونس ان موان كا. مفهوم؟ هاد الكونديسيون راها مهمه بزاف الشباب ياك، هادو كينفعونا في لي ديمونستراسيون في لي سويت، كيعطيو لك على هاد الشكل بعض المرات ما عليناش. هذا بهادي راها باينه الشباب ياك. المهم وصلنا لنهاية ديال الفيديو، نتمنى ان هادشي يكون واضح، شي حاجه ما واضحه يمكنكم تخليوها ليا في لي كومونتير، والسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.